إلى مركز الثورة في ساحة التحرير في بغداد تأتي أم علي كل صباح متطوعة لتغسل ملابس المتظاهرين برفقة صديقتها حتى الغروب. بعد يومين فقط من اندلاع الموجة الثانية لثورة تشرين أواخر الشهر الماضي، التحقت أم علي بابنها في ساحة التظاهرات لتقدم ما بوسعها. مئات الآلاف من قطع الملابس تغسل في هذا المكان يومياً بمعاونة شباب متطوعين وبإمكانات بسيطة. ورغم صعوبة وضعها المعيشي، إلا أن أم علي لم تدخر جهداً في مساندة أبنائها المتظاهرين. ملابسهم للبيت نغسلهم لهم بالجنب ويودونه شبنان، تعب عليهم يعني، يروحون يجون يومياً، حتى ما يبات بالبيت، يقول ما أقدر أعوفهم. يعني مرات اقول له تبقى بالبيت، يقول لا انا ابقى وغيري يبقى، لا شلون من هناك يبقى. فانا وياها اتفقنا عندنا غسالاتنا مال البيت، هي اخذتها بالاقساط والله، يعني اخذناها وجينا، وانا عندي مال البيت حتى عطلت ليس ذبيناها، تبرعونا بهاي جابوناها البارحه. ام علي مثل كل المتظاهرين الثائرين أكدت أنها لن تنسحب حتى ترى وطناً خالياً من الأحزاب الفاسدة التي أوصلت العراقيين إلى ما هم عليه اليوم. تبدل هاي الأحزاب، يعني إحنا حالنا حال العالم، كل عدا وطن وتناشد بيه، إحنا كل شيء ماكو، إحنا انتخبناهم يا يعني نخليه كل شيء ما بتأمن، إحنا لا راتب، يعني أنا حتى ابن الكبير بطلته متوسطة على مود العيشة. فخورون بأن لدينا نساء مثلهن، هكذا يصف المتظاهرون أخواتهم وأمهاتهم اللاتي سجلن حضورا مشرفا كأحدى أيقونات ثورة تشرين. هو المرأة بالعالم، المرأة العراقية، هي نزلت ويا شعبها ويا أخوتها ويا ولدها، نزلت للشارع تطبخ تنظف جاي تغسل على الطبابة وغير أمور. عندنا هالمرأة التي تسند المتظاهرين، انها امهاتنا اخواتنا. شوف الناس، لو شوف بالخيمات البقيه الكادر الطبي والكادر الطبخ كادر التنظيف، يعني هي قامت تعيف كل شيء، تعيف بيتها، تعيف اطفالها. بعزم نسائها ورجالها وتصميمهم على انجاز الهدف الاسمى، تستمر ثورة تشرين في ابهى صور التكافل والتعاون التي ترسم صورة لمستقبل العراق الجديد الذي يصنعه شباب الثورة.